السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مسنا بكم في قناة سامسات. اليوم سنتعلم من سلسلة تعلم نظام لينكس بعض الأوامر مع التعريف المختصرة. وهذه الأوامر والتعريف المختصرة سوف تجدوها في صندوق الوصف لدى الفيديو. أول أمر لدينا هو اليونيك الذي يقوم بتبع اسم النظام يونيك. قام بطباعة لينكس. ولمعرفة المزيد هو اسم المصمم أو اسم الحساب لهذا النظام نقوم بكتابة اليونيك سلاش اي أو نقوم بكتابة اليونيك سلاش سلاش ار. أيضا يقوم بطباعة نفس الناتج. الآن سوف نقوم بالتعلم على ls الذي سوف تقوم بطباعة الملفات الموجودة داخل سطح المكتب بالرغم نحن متواجدون في الديسكتوب أي هو سطح. هما لدينا الملفات المخفية لمعرفة الملفات المخفية ls/a ونقوم بتبع هذه الملفات المخفية التي تبدأ بنقطة أو دوت. هذه هي الملفات المخفية. لدينا ملفين مخفيين في الديسكتوب أو سطح المكتب. لمعرفة الصلاحيات للملفات أو صلاحيات الحساب نقوم بكتابة ls/l كما تشاهدون هذه الملفات. فقط للمعلومات الفولدر يبدأ بالدي كما تشاهدون هنا يبدأ بحرف دي والملف كما تشاهدون التكست يبدأ في سلاش وبعد أن نتعلم على ls سلاش دي هنا لا يقوم بطباعة أي شيء فقط يقوم بطباعة الملفات. لماذا؟ لأن سلاش دي فقط تقوم بطباعة الوقت أو تفرز حسب الوقت. لنقوم بالتجربة ls/lt مثلا أيضا ls/l تقوم بطباعة الوقت ولكن slash t يقوم بترتيبه حسب الوقت الجديد وآخرة. كما تشاهدون هنا 46 first word only. نذهب إلى ls/l كما تشاهدون هنا الأول 23 23 21 الفيرست وورد كما تشاهدون هنا أتى في المرتبة الرابعة أي تقوم الـ ls بترتيبهم حسب الوقت. لدينا الـ ls/alt أي نقوم بإظهار الملفات المخفية وثم نقوم بعرض الصلاحيات وثم التيد ترتيبهم حسب الوقت أو فرزهم كما تشاهدون. ثم الآن نذهب إلى whois وhelp وهما زائد الكوماند أي الأمر نقوم بكتابة whois أعتذر ليس whois whois نقوم بكتابة مثلا ls لمعرفة تعريف مختصر عليها كما تشاهدون place directory content أي يقوم بعمل ليست أو بإظهار الملفات على شكل قائمة أو قوائم بإظهار الملفات كما تشاهدون ls قام بإظهار الملفات. الآن سوف نقوم بالتعلم على help نقوم بكتابة help وثم أسف ls نقوم بكتابة ثم help help ونقوم بطباعتها. الآن قام بكتابة نقطتين طيب نقوم بكتابة help ls هنا ايضا خطأ. لماذا خطأ؟ لمعرفة الخطأ نقوم بكتابة ls slash slash help لان الhelp لا تأتي بمفردها help قام بتبعة الhelp او لمعرفة المزيد حولها ولمعرفة المزيد اكثر نقوم بكتابة man هنا بدون slash man man ثم ls هنا يقوم بطباعة الأوامر وكذا كما تشاهدون slash a slash a capital وهكذا وكلما نقر على السهم الأسفل يقوم بالنزول إلى الأسفل. ثم للخروج نقر على Ctrl C أو Ctrl Z في بعض الأحيان. الآن تعرفنا على الhelp help يكتب slash slash وبعدها help وتعرفنا على من وأيضا what is ومع السلامة. نتمنى كان الفيديو مفيدا لكم.